بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتعرف مع بعض على المورفولوجيكال ابنورماليتيز اوف ار بي سيز، الاشكال الغير طبيعيه للار بي سيز. قبل ما نتعرف على تعالوا نتعرف على النورمال ريد بلود سيلز. النورمال ريد بلود سيلز احنا عارفين ان هي الموست ابندنت تايب اوف بلود سيلز، اوكي، وفي نفس الوقت هي بتبقى باي كونكيف، وبيبقى في منطقه في المنتصف كده اسمها السنترال بالور اريا. السنترال بالور اريا دي بتبقى مضيئه شويه لان هي ايه، بتبقى ايه، ليك من الهيموجلوبين. وعارفين طبعا ان الار بي سيز ما بتحتويش على نواه، وبالتالي ليك نيوكلوس. ملحوظه مهمه ان الديامتر بتاع النورمال ريد بلود سيل بيبقى موجود في رينج من 7 ل 9 ايه مايكرومتر، ماشي. طيب احنا ايه الاسباب او الحاجات اللي ممكن تؤدي الى ان نقدر نقول ان الار بي سيز دي في الشكل الابنورمال، شكل غير طبيعي؟ عندنا كذا حاله. عندنا ممكن تكون الابنورماليتيز في الديستريبيوشن، في توزيع الار بي سيز، او ممكن تكون في السايز بتاعه الار بي سيز، او ممكن يكون في الكولر، او ممكن يكون في الشيب، او ممكن يكون في الانكلوجن ايه ان ار بي سيز. تعالوا نبدأ كده برقم واحد في الديستريبيوشن. طيب قبل ما نبدأ بالديستريبيوشن نشوف كده مع بعض، احنا لو عايزين نعرف ان عينة الدم دي فيها RBCs abnormal ولا لا، المفروض هنعمل ايه؟ بنبدأ نعمل بلوت فيلم. البلوت فيلم ده بعد ما بنفرده على الشريحة بنبدأ نصبغه، وبعد الصبغ بنفحص على عدسة ايه 100، وبنبدأ ايه نعد في 10 فيلدز، وبنبدأ ايه نلاحظ السايز والشيب والابنورماليتيز بتاعت الار بي سيز. تمام، تعالوا نبدأ بأول ابنورمال، اول نوع من الابنورماليتيز اللي موجودة في الار بي سيز، وهو الابنورماليتيز اوف ديستريبيوشن. الابنورماليتيز اوف ديستريبيوشن عندنا منها شكلين، الروليكس فورميشن والاجلوتينيشن. الروليكس فورميشن معناها كده روليكس، يعني ايه؟ يعني الار بي سيز بيبدا يحصل لها استاكنج كده مع بعضها زي ايه، حلقات السبحه كده. الار بي سيز بيبدا يحصل لها ان هي تلتصق ببعضها البعض زي ما حضراتكم ملاحظين في الشكل ده كده. ليه ده بيكون نتيجه انكريز للبلازما بروتين؟ يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندنا الفايبرينوجين، الفايبرينوجين ده او الجلوبيولين، الكونسنتريشن بتاعهم زاد في البلد، ده بيسبب ايه؟ ده بيسبب دي هيدريشن. فنتيجه وجود الدي هيدريشن بيبدا يحصل ايه؟ استاكنج للار بي سيز مع بعضها، وبيتكون حاجه اسمها الروليكس فورميشن، والار بي سيز بتبقى شكل الكوين. ده كده اول شكل ابنورمال معانا من الار بي سيز، وهو الروليكس ايه فورميشن. تاني شكل معانا اللي هو نمبر بي، اللي هو الاجلوتينيشن. الاجلوتينيشن كده من اسمه اجلوتينيشن، يبقى بيعتمد على الانتي بودي ميدييتر. واصلا ده بيحصل ليه؟ بيعتمد على التغيرات في التمبريتشر. يعني التمبريتشر لو سواء كانت كولد او وورم، يعني لو كانت اقل من 37 درجة سيلسيوس او اعلى من 37، ده بيسبب ايه بقى؟ بيسبب كلامبنج اوف ار بي سيز. الار بي سيز بتبدا ايه تتراكم مع بعضها كده في صورة كلامبس، وده بنسميه اجلوتينيشن. في الحالة دي حالة الار بي سيز لما بتتجمع مع بعضها بالشكل ده بنسميه اجلوتينيشن، وده بيحصل في الحالات المرضية اسمها كولد اجلوتينين او وورم اوتو اميون هيموليسيز. الكولد اجلوتينين او الوورم اوتو اميون نفس بعضهم، بس الاختلاف ان الاختلاف في حالة الكولد ان التمبريتشر بتكون اقل من 37، لكن في حالة الوورم التمبريتشر بتبقى اعلى من 37. في الكل ده اجلوتينينز برضو بيبقى ايه، بيبقى الجسم بيكون اوتو انتيبادي. الاجلوتينينز معناها كلمه اجلوتينين معناها انتيبادي. الاجلوتينينز الجسم بيبدا يكون اوتو اجلوتينينز او اوتو انتيبادي، بتبدا تعمل تهاجم الار بي سيز وتبدا تعمل لها هيموليسيس. علشان كده معانا الاكزامبلز على حاله الاجلوتينيشن اللي هو الكولد اجلوتينين والورم اوتو ايه اميون هيموليسيس، لان فيهم البودي بيكون انتي بوديز تهاجم الار بي سيز وتعمل لها هيموليسيس، يعني تكسير للار بي سيز.
نبدأ بقى في تاني abnormalities معانا للار بي سيز، وهو الفاريشن اوف ار بي سي سايز، او بنسميه اسم اخر اسمه انيزوسايتوزس. عندنا الفاريشن في السايز، يا اما شكل الار بي سيز بيكون نورمال فبنسميها نورموسيتك، او يكون حجمها اصغر السايز بتاعها اصغر فبنسميها مايكروسيتك، او حجمها اكبر فبنسميها ماكروسيتك. تعالوا نبدا بالشكل النورمال. فاريشن اوف سايز اللي هو قلنا ايه عليه اسم مصطلح تاني اسمه انيزوسايتوزس. يبقى كده كلمه انيزوسايتوزس ده بالنسبه لنا معناها فاريشن للسايز بتاعه الار بي سيز. طيب النورمال النورموسيتك ار بي سيز احنا متفقين زي ما حضراتكم شايفين في الصوره كده عباره عن ايه، الدايمتر بتاعها في رينج من 7 ل 9 مايكرون متر، وفي نفس الوقت بيبقى عندها سنترال ايه سنترال اريا كده بنسميها سنترال بالور اريا، اللي هي ايه الجزء المضيء شويه ده. ده كده بيبقى شكل مين، شكل النورموسيتك ار بي سيز. تعالوا نشوف لو حصل تغير. المايكروسيتك كلمه مايكرو يعني سمول، تبقى هي المايكروسيتك الدايمتر بتاعها سمولر ذان النورمال ار بي سيز، يعني بتكون الرينج بتاعها اقل من 7 مايكرو متر. طيب ده بيبقى سببه ايه؟ بسببه بان بيحصل فيه ديكريز في الهيموجلوبين سينثيز. ده بشكل الخلايا بيكون عامل ازاي زي ما حضراتكم ملاحظين كده، ده شكل المايكروسيتك ار بي سيز. المايكروسيتك ار بي سيز الحجم بتاعها بيكون ديكريز نتيجه ايه، الحجم بتاعها بيكون صغير يعني مايكروسيتك، وده بيحدث في الحالات المرضيه زي الايرن ديفيشنسي. طبعا طالما في نقص في الايرن تبقى كده الهيموجلوبين سينثيز هيقل، وبالتالي يبدا ايه، طالما الهيموجلوبين حصل فيه ديكريز في الكونسنتريشن في السينسس بتاعه، طبعا هيكون في الكونسنتريشن الريزلت بتاعته، فيظهر عندنا ايه حاله المايكروسيتك. وهي عندنا الحاله الثانيه زي السلايسيميا، السلايسيميا دي اللي هي انيميا البحر المتوسط، وسيريدو بلاستيك انيميا. السيريدو بلاستيك انيميا دي بتبقى حاله بيحصل فيها هنفهمها مع بعض تغيرات في شكل الار بي سيز، تبقى كده السيدرو بلاستيك انيميا بتبقى شكل الار بي سيز مايكروسيتك. وهناخد كمان حاجه فيها ان الايرن بيتجمع مع بعضهم كده في شكل ايه جرانيولز، هنفهمها مع بعض في الخطوه في السلايد الجايه. وطبعا الهيفي ميتال بوزنينج او الهيفي ميتال توكسينج وسبيشال الليد بيأثر فيه دايركت في الهيموجلوبين سينثيز، وبالتالي بتكون الريزلت المايكروسيتك ار بي سيز. وكمان ايه في حاله الانيميا في حاله الكورونيك ديزيزز. اوكي التاني تالت حاجه معانا اللي هي المايكروسيتك ار بي سيز، من اسمها كده ماكرو يعني لارجر ذان النورمال ار بي سيز، دايمتر مور ذان 9 مايكرومتر. وده بتبقى عندنا كذا شكل للماكروسيتك ار بي سيز، يا اما راوند ار بي سيز راوند ماكروسيتك ار بي سيز او اوفال ماكروسيتك ار بي سيز. الراوند بيبقى معناها شكلها دائري شويه زي الشكل ده، او الشكل الاخر للماكروسيتك يا اما يكون اوفال. وده بيكون ايه، ده بيكون نتيجه ديفكت في النيوكلر ماتوريشن، او بيبقى في حاجات تانية فاكتور بتعمل استيميوليشن للاريثروبايوزس. طالما الاريثروبايوزس اللي هو عمليه السينثيز للار بي سيز، كلمه الاريثروبايوزس معناها سينثيز اوف ار بي سيز، معناها تكوين الار بي سيز. لما يحصل له استيميوليشن للاريثروبايوسس معناه ان الار بي سيز سينثيز الليفل بتاعه فيري هاي او انكريز، وده بيظهر في الحالات المرضيه زي ايه، زي الفوليت او الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. الفوليت ده او بيقولوا عليه اسم كومن تاني نقص فيتامين بي 12، هو ايه، هو الفوليت ده بيبقى متميز او دايجنوز بان الار بي سيز فيه بتبقى ايه اوفال ماكروسيتك، او حاله الايثانول. برضو الايثانول ده الاشخاص اللي بيشربوا الكحولز برضو بيبقى ايه، الكحولز بتاثر على الليفل بتاع الفريتينين والاير، وبالتالي عملية الاريثروبايوسس بيبدأ يحصل فيها تغيرات، والريزلت الفاينالي بيكون ايه راوند ماكروسيتك ار بي سيز. وعملية الريتيكولوسايتوسس برضو ايه، طبعا عارفين ان الريتيكولوسايت هي البريماتور اوف ار بي سيز. لو حصل الريتيكولوسايتوسس ده برضو بتبقى ايه دياجنوستيك بالماكروسيتك ار بي سيز،
و especially around the macrocytic RBCs. والليفر ديزيز بتبقى برضو characterized ب around the macrocytic RBCs. تبقى احنا عندنا الماكروسيتيك من اسمها مايكرو، الدايامتر لارج ذان 9 مايكرومتر، والريزلت ليه نتيجة ايه؟ ديفكت في النيوكلير ماتوريشن او ستيميوليشن لعملية الاليسترو ايه بايوزيس. والماكروسيتيك ار بي سيز منها تو تايبس، راوند ماكروسيتيك ار بي سيز اور اوفال ماكروسيتيك ار بي سيز. تالت ابنورماليتيز من الار بي سيز معانا وهو ايه؟ ال variation في ال color of RBCs. variation of color of RBCs ده معناه representative للهيموجلوبين content، دلالة على ال كمية الهيموجلوبين أو ال concentration بتاع الهيموجلوبين اللي موجود في ال RBCs قد إيه. طبعا في الأول لازم نتعرف على النورمال، الوضع النورمال لل color بتاع ال RBCs. تبقى احنا أول حاجة هناخد ندرس النورم كروماتيا والهايبوكروماسيا، ده في حالة ان الكولر بيكون قليل، والكولر معناه قليل ده معناه ايه؟ او انديكيشن لان الهيموجلوبين كونتنت ديكريز. اما الحالة الثالثة اللي هي البوليكروماسيا، بوليكروماسيا معناها ان اللون very intense. اللون لما يكون very intense معناه ان الهيموجلوبين كونتنت عالي. طيب نبدأ بأول بوينت معانا وهي ايه؟ النورموكروماجيا. النورموكروماجيا يعني اللون الطبيعي، اللون النورمال للار بي سيز بيكون بينكش ريد طبعا. وعندنا متفقين طبعا ان عندها منطقة كده لامعة في الار بي سيز واللي هي سنترال بالور، ومتفقين برضو على معلومة سابقة ان الكولر بتاع الاريثروسايت هو ريبريزنتيف للهيموجلوبين كونسنتريشن في استيل. تبقى ده كده بالنسبه للكولر بتاع ايه؟ النورمال ار بي سي، فبنسميها نورم كروماجيا. كرومو كلمه كرومو معناها كولر. تاني ستيت معانا وهي الهايبوكروماجيا. كلمه هايبو معناها ديكريز، وبالتالي اللي بيحدث بقى في الهايبوكروماجيا، الهايبوكروماجيا الهايبوكروماجيا معناها ديكريز في الهيموجلوبين كونتنت. لما يحصل ديكريز في الهيموجلوبين كونسنتريشن او الهيموجلوبين كونتنت ده معناها ان السنترال بالور هياخد مساحه اكتر، والمنطقه اللي هي هتبقى خاليه من الهيموجلوبين هتكون مساحتها اكبر، وبالتالي تظهر معاكم في الصوره زي ما حضراتكم ملاحظين المنطقه المضيئه في منتصف الار بي سيز هتكون ايه؟ حجمها اكبر زي ما حضراتكم شايفين كده، دي اسمها هايبوكروميك ار بي سيز. اوكي، وطبعا عندنا الحالات المرضيه اللي بتبقى موجود فيها الهايبوكروماجيا ار بي سيز زي الايرن ديفيشنسي والثلاسيميا. اما حاله البوليكروماجيا، البوليكروماجيا دي لما بنبدا نصبغ البلوت فيلم اوف ار بي سيز ايه اللي بيحدث معانا؟ بنبدا نشوف الريزلت كده بلو جري. الريزلت بتظهر معانا بلو جري ليه؟ لان احنا عندنا الار بي سيز احتوت على حاجتين، احتوت على الهيموجلوبين واللي هو بياخد اللون، بياخد صبغه الايوسين، وكمان عندنا حاجه اسمها البيزك داي ظهرت برده معانا في الار بي سيز. ليه؟ لان في ريمينانت في الريبوسوم الار ان ايه، وبالتالي اصبح الريزلت معاك معانا نتيجه الاستين بيظهر بلو جري. بلو جري ليه؟ لان الهيموجلوبين اخد صبغه الايوسين، وكمان ان هي حاله ابنورمال للار بي سيز فظهر معانا ريمينانت من الريبوسوم الار ان ايه، وفي الحاله دي ايه؟ خدت ايه او سحبت الايه؟ البيزك داي. عندنا الحالات المرضية اللي زي كده بتبقى ايه في حالة الريتيكلو سايتوزيس. رابع ابنورماليتيز معانا للريد بلود سيلز هو الاربيسيز انكلوجنز. الاربيسيز انكلوجنز دي مهمة، عندنا كذا شكل من الانكلوجنز اللي موجود في الاربيسيز اللي ممكن يؤدي الى شكل الاربيسيز ان هي تتحول من النورمال شيب، من النورمال مورفولوجي الى الابنورمال ايه اربيسيز. وهو رقم واحد عندنا الهول جولي، هول جولي بوديز والسيدروريتيك جرانيولز او البامنهامر بوديز او البيزوفيليك ستابلينج او الهينز بوديز والكابوترينج والبرازيتيك اوف ار بي سيز. نبدا بقى عندنا اول حاجه من الار بي سيز انكلوجن وهي ايه؟ الهول جولي بوديز.
الهول جولي باتس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فراجمنت من الدي ان ايه. الفراجمنت من الدي ان ايه دي بتبقى موجودة في السيتوبلازم بتاعت الايه الار بي سيز. ايه اللي بيحدث بقى؟ اللي بيحدث ان ان الدي ان ايه بيبدأ يتجمع مع بعضه كلاسترز كده وتتجمع في السيتوبلازم وتدينا الشكل ده، بنسميه هو الجولي ايه باديز. اللي هو الجولي باديز دي في حاله النورمال اصلا في اثناء عمليه ماتوريشن بتاعت الار بي سيز المفروض بيبدا في البولمر ويبدا يتخلص من الايه اي ريمننت او اي فراجمنت من الدي ان ايه اللي موجود. طيب لو حصل بقى والخلايا ما عملتش ريموفال للكلاسترز اوف دي ان ايه اللي بيحدث؟ المفروض الجسم بيبدا يعمل ايه ريموفال ويتخلص من الخليه اللي بتحتوي على فراجمنت من الدي ان ايه، والكلام ده بيحدث عن طريق ايه الاسبلين. طيب نفترض ان حصل ريموفال للاسبلين، ايه اللي هيحدث از ريزلت؟ از ريزلت هيحدث ان اللي هيحصل اكيوميليشن لمين؟ للخلايا اللي بتحتوي على الكلاسترز اوف دي ان ايه. عشان كده فعلا الهول جل بادز بتظهر في حاله البوست سبلينكتومي اللي هو ايه في حاله استئصال الطحال، يعني حصل ريموفال للطحال. فبالتالي لما حصل ريموفال للسبلين ايه اللي حدث؟ اصبحت الخلايا اللي بتحتوي على الهول جولي بادز اصبحت بيحصل لها اكيوميليشن في البلط، وبيكون ريزلت ايه ان وجود ابنورماليتيز من الار بي سيز او في حاله الميجوبلاستيك انيميا. الميجوبلاستيك انيميا دي حاله من نوع الانيميا بتحتوي على ايه اماتيور ار بي سيز. تاني ريزلت مع تاني حاجه معانا تاني حاله معانا من الار بي سيز انكلوجن وهي السيدروتيك جرانيولز او البيبنهامر بوديز. ايه اللي بيحدث بقى في حاله السيدوريتيك جرانيولز؟ ايه اللي بيحدث؟ احنا عندنا حاجه اسمها في عمليه الاريثروبايوزيس عندنا البروتوبروفيرين. بروتوبروفيرين بيرتبط بالاير وبيكون الهيم. الهيم يتحد مع الجلوبين يكون الهيموجلوبين. اوكي طيب افرض بقى حصل في ديفكت في البروفيرين، فالريزلت هتكون ايه؟ الايرن هيحصل له اكيميليشن والكونسنتريشن ليفل بتاعه هيكون انكريزد، فالريزلت فاينالي هيحصل اكيميليشن للايرن. الايرن ده هيبدا يحصل له اكيميليشن ويظهر في حاله الار بي سي زي ما حضراتكم ملاحظين في شكل في الشكل المقابل ده. ده الايرن حصل له ايه اكيميليشن وحصل له اجريجيشن مع الميتوكوندريا والرايبوسومز، وكون معانا حاله اسمها سيدروريتيك جرانيولز. والسيدروريتيك جرانيولز دي عباره عن ار بي سيز بتحتوي على ايرن متراكم فيها، والايرن ده بيحصل له اجريجيشن وتجمع مع المين مع الميتوكوندريا والريبوسومز. ده طبعا بيبقى ايه الكلاسترز دي بتبقى موجوده في السيتوبلازم بتاعه الار بي سيز. وفهمنا حصل ايه اكيوميليشن للايرن ازاي، ان في ديفكت في البروتوبروفورين، وطالما في ديفكت يبقى كده الايرن مش هيرتبط بيه، الهيم مش هيكون، الجلوبين مش هيمسك في الهيم، الهيموجلوبين مش هيتكون. فالريزلت النهائيه ان الار بي سيز اصبحت ابنورمال ار بي سيز. وطبعا الحاله دي بتبقى موجوده في حاله الهيموليتيك انيميا او البوست سبلينكتومي. البوست سبلينكتومي اللي هو ايه حاله الريموفال اوف اسبلين او الهيريديتي هيموكروماتوزيس. الحاله رقم 3 من الانكلوجن من الار بي سيز انكلوجن وهو بيزوفيليك ستابلنج. البيزوفيليك ستابلنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان الار بي سيز بتبدا تحتوي على سمول اكيوميليشن من الرايبوسومز زي ما حضراتكم ملاحظين كده. عباره عن ايه؟ عباره عن دوتس كده، بلو دوتس من الرايبوسومز بتبدا ايه تظهر في الار بي سيز، ودي الحاله دي بنسميها بيزوفيليك ستابلنج. بتبقى بتظهر في الحالات المرضيه زي السلايسيميا والميجوبلاستيك انيميا والهيموليتيك انيميا، والسبيشيالي قوي واللي ظاهره واللي مور كومن بتسبب البيزوفيليك ستابلنج والاكيوميليشن للرايبوسومز انسايد الار بي سيز وهو ايه الهيفي ميتال بوزنج سبيشيالي الليد.
عندنا الحالة اللي بعد كده من الـ RBCs inclusion وهو الهينز بوديز. الهينز بوديز مشكلته ايه بقى؟ الهينز بوديز هو عبارة عن دوت كده بلو اهي، بتبقى موجودة في مين؟ موجودة في الـ RBCs، بتبدأ تظهر كده كايه راوند ايه بلو برسبتيت في الـ RBCs. تعالوا نفهم ايه سبب الاكيوميليشن للهينز بوديز. سبب الاكيوميليشن في الهينز بوديز هو الديكريز في الليفل اوف كونسنتريشن اوف جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز لما يبدا يحصل فيه ديكريز، ايه الريزلت بتاعته بقى؟ الريزلت بتاعته ان هيبدا الاوكسيديتيف ايجنتس او ستريسور هتبدا تزيد، فلما تزيد تبدا تعمل ايه؟ تبدا تحول الهيموجلوبين اللي هو الماتيور اللي هو هيموجلوبين فيرس والايرن فيه بيبقى اوكسيديتد، عامل التاكسد بتاعه موجب 2، بيبدا يحوله ايه الى ميسوموجلوبين. ميسوموجلوبين هيموجلوبين فيرك، بيحول الايرن من ثنائي عامل التاكسد بتاعه من الثنائي الى ايه الى الثلاثي. طيب الحالة الطبيعية اصلا الجلوكوز 6 فوسفيز بيعمل ايه؟ بيبدا يحافظ على الار بي سيز ان هي من الدامج ومن البروما بريماتور ديس. الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بيبدا اصلا في حالة النورمال ستيت يزود مين؟ بيحول النات بي، يحوله الى النات بي اتش. النات بي اتش بيعمل ريدكشن للمين؟ للجلوتاثيون والاكسيديتيف ايه بارامتر. فالريزلت دي فبيؤدي الى ايه؟ لما الاوكسيديتيف ماركرز بتقل ايه اللي بيحدث؟ النات بي اتش بيعمل ستيميوليشن للمين؟ للميس هيموجلوبين فيرك ليتحول الى ان هو هيموجلوبين فيروس، وبالتالي دي كده الحاله الطبيعيه. طب لما يحصل ديكريس في الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ايه اللي هيحدث؟ طبعا الاوكسيديتيف ستريسور هتزيد، في عمليه الكونفيرشن للهيموجلوبين فيروس هيبدا تتحول للميس هيموجلوبين. والحاله دي علشان كده بنبدا نقول ان الهينز بوديز عباره عن ايه؟ بتحتوي على ديناتيوريتد هيموجلوبين. ديناتيوريتد هيموجلوبين نفهم كده ان هو عباره عن ايه؟ ميسوجلوبين فيرك. فيرك معناها ايه؟ ان الهيموجلوبين اتحول من الحاله الفيروس لحاله ايه؟ فيرك، ماشي. وتبقى كده الهينز بودي عرفنا ايه هو الديناتوريشن للهيموجلوبين. يعني فهمنا الديناتوريشن للهيموجلوبين جات منين؟ عن طريق ديكريز في مين؟ الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. علشان كده فعلا الحاله المرضيه اللي بتبقى موجود فيها حاله الهينز بودي عباره عن ايه؟ عباره عن بيشنت بيبقى فيه عنده ايه؟ ديكريز من الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي. اوكي، بعد كده عندنا ايه النوع الاخر من الار بي سيز انكلوجن وهو الكابوت رينج. الكابوت رينج عباره عن ايه؟ الكابوت رينج دي عباره عن ايه؟ عباره عن ريمننت من المايكروتوبيول. الريمننت من المايكروتوبيولز دي بتظهر في الار بي سيز على شكل 8 كده او شكل لوب، فالشكل ده بنسميه على طول كابوت رينج. والكابوت رينج ده عرفنا السبب بتاعها نتيجه ايه؟ ريمننت والاكيوميليشن لمين؟ للنيوكلير ممبرين او ريمننت من المايكروتوبيول. دي بتبقى موجوده في حاله الميجوبلاستيك انيميا والليد بوزن والسيفير انيميا. من اسمها كده الانكلوجن الاخر من الار بي سيز انكلوجن وهو النيوكليتد ار بي سيز. احنا متفقين ان النورمال ار بي سيز نوت كونتين نيوكلوس از ا ريزلت بريزنس اوف نيوكلوس ان ار بي سيز. ذس مينز ابنورمال مورفولوجي اوف ار بي سيز. الار بي سيز موجود جواها نيوكلوس معناها كده وضع ابنورمال، فبالتالي نقول الحاله دي بنوصفها ان هي ايه؟ نيوكليتد ار بي سيز، ودي بتبقى موجوده في حاله النيو بورن والسيفير انيميا. اخر نوع معانا من الار بي سيز انكلوجن وهو البارازيتك ايه؟ بارازيتك ار بي سيز. البارازيتك ار بي سيز من اسمها كده معناها ايه؟ معناها ان بروتوزون او بارازيتك ايه البارازايت ده عمل انفكشن للار بي سيز نفسها، وليس ايه اللي عمل انفكشن للبلاط. طبعا احنا عندنا البارازايت ممكن تعمل انفكشن للبلاط او ممكن تعمل انفكشن للار بي سيز نفسها. فاحنا عندنا البلازموديوم بيبدا يعمل انفكشن لمين؟ للار بي سيز نفسها، وبيسبب مرض الملاريا
وده بيكون شكل الار بي سيز، وهي بتحتوي ايه لما بتحتوي على بارازايت بداخلها. ماشي، وبكده نكون وصلنا نهاية السكشن بتاعنا، وفي السكشن ده تعرفنا على الابنورماليتيز في ديستريبيوشن، والفاريشن في السايز، والفاريشن في الكالر، والفاريشن في الشيب، وفاينالي ويز انكلوجن بوديز ان ار بي سيز. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.